السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال ماكرو إيكونومي السمستر 2 كوريكسيون ديال ليكزامان ديال لافاك الاقتصاد ديال السويسي جامعة محمد محمد الخامس بالرباط. هذا الإبيزود الثاني ديال هاد ليكزامان اللي ديجا خدمت ليه لابارتي تيوريك ديالو. دونك بوغ هاد الكيستيون هذا نيميرو 6، هذا ليكزيرسيس 2 ديال ليكزاما اللي ديجا خدمناه. دونك غنبداو كيستيون 6. دونك كالكيلي، دونك غنديرو واحد الطابلو دونك عندنا لا كونسوماسيون. دونك ناخدو مثلا لا فالور دو روفوني، la consommation, l'épargne, la propension moyenne à consommer et la propension marginale à consommer. Colonne d'ordre. Donc 100, 200, 300. 400, 500 et 600. Donc, à tout. Après, pour calculer la consommation, on a un y le prix de la dire. On a un y le prix de la dire. دوبل الاولى دونك 100 يعني 0.8% هي 80 زائد 100 دونك لا كونسوماسيون 180. هنايا 0.8 في 200 دونك سوا 0.8 في 200 كتعطينا 160 زائد 100 هي 260. هنايا 0.8 في 300 هي 240 زائد 100 هي 340. دونك 0.8 في 400 320 زائد 100 هي دونك زائد 100 هي 420. 0.8 500 هي 400 زائد 100 هي 500. اخر وحده هي 480 زائد 100 هي 580. بالنسبة للإبارن كنعرفو أن الإبارن هو إكغيك ناقص سي، يعني 100 ناقص 180 دونك عندنا دي زيبارن يعني أونبران. هنا ناقص 60، هنا ناقص 40، ديما هدا ناقص هدا، هنا ناقص 20، هنا زيرو، هنا الإبارن ديال 20. هادو كلهم دي زيبارن، يعني هاد الكونسوماتور خاصو يسلف مازال باش يقدر يدير لا كونسوماسيون ديالو. دونك لا بروبونسيون مويان أ كونسومي هي consommation à la l'eurovati. Donc quand je dois la consommation à dire consommation la y donc mieux tu mets une les millions à trois c'est le million moi même que je voudrais que je les crise l'inno ça fait moi ça y est la même question qu'on a que voir mes millions mais tu me stylé la meeting à trois c'est le temps 340 300 1.13 120 400 1.05 هنا دخلت لنا 500 على 501 580 600 كتساوي 0.96. بالنسبة la propension marginale à consommer et la variation. La variation. Il y a un ici. Ou là, donc, il y a un autre mot qui va être dérivé. Il y a un autre mot. Il y a 0.8 million. 0.8 million. 0.8 million. 0.8 million. 0.8 million. 0.8 million. Il y a un autre mot. D'abord, question numéro 6. Question numéro 7.
Déterminer l'élasticité de la consommation par rapport aux revenus disponibles pour les valeurs de revenus précédemment données, quel est dans chaque deux cas l'effet sur la consommation d'une hausse de 10% du revenu disponible. Donc, on dit de واحد الخانة هنايا اسمها elasticity. Ou l'élasticité, شنو كتساوي؟ L'élasticité هي la propension marginale à consommer, la propension moyenne à consommer. Et هذه مقسمة على هذه. مقسمهم. يعني 1.8 مقسومة على 0.8 هي 2.25. هنا 0.8 مقسومة على 1.3 تزولي هذا راه غلط في الكالكيل ادخلت لنا 0.44 هادي 0.8 مقسومة على 1.3 0.61 0.8 على 0.13 0.13 0.7 0.8 مقسومة على 1.05 0.76 0.8 على 1 0.8 0.8 مقسومة على 0.96 هي 0.83 دونك ديما كنشوف دو بروبونسيون مارجينال على كونسومي مقسومة على بروبونسيون موان على كونسومي قال لك دون شاك دو كا هاديرها غير بوغ 1% بوغ 1% باش نقدرو نحسبو بوغ دونك إلاستيسيتي دو 10% هادو كلهم نضربهم في 10% هادشي اللي خرج ليا يعني هنا تكون 4.4% 6.1% 7% 7.6% 8% 8.3% هكا عندي نضربها في 10% سؤال 8 قال لك اون ادميتون كو لا كونسوماسيون سوا لا سول كومبوزونت ولا ديبونس ناسيونال كالكيلي لو روفوني ديكيليبر دونك يعني ان ايكغيك غتساوي لنا سي تساوي لا كونسوماسيون هذيك اي ما كايناش دونك ايكغيك كتساوي y زائد 100 دونك y ناقص 0.8 y كتساوي 100 يعني 0.2 y كتساوي 100 سي دادير كو y كتساوي 100 على 0.2 دونك y لو غوفوني ديكيليبر دونك 100 نقسمو على 0.2 يعني 500 دونك هذا هو الجواب الصحيح حيت كاين هذا لو سول كومبوزون Si la dépense nationale comporte également des dépenses d'investissement, qui devrait être le montant de ces dépenses pour que le niveau des revenus d'équilibre atteint, yani, qui dit dépenses d'investissement, yani, il y a qu'une dépense d'investissement, question de suite, fait, il y a le revenu d'équilibre, ou c'est et doit i, investissement en ton nom. Donc, il y a un y, un y, qui s'est 8 millions. Yak? Donc, si il y a 0.8 millions, في إكغيك يعني نضربوها في 800 زائد 100 زائد هاد إي زيرو حنا دابا كنقلبو نحسبو على هاد إي زيرو دونك يعني 800 هادي هي 0.8 في 800 هي 640 زائد 100 زائد إي زيرو دونك يعني 800 تساوي 740 زائد إي زيرو دونك إي زيرو هي 800 ناقص 740 يعني ان الانفيستيسمون هي 60 هذه هي الانفيستيسمون كيف كنديرو باش نجبدوها هذه هي الانفيستيسمون بور كيستيون تسعود بور كيستيون 10 لا بوبولاسيون دو بيي كومبوزي دو دو كاتيغوري لا بروميير ديسبوز دو 3 كار دو روفوني اي لا سيكوند ديسبوز دو ان كار دو نو فونكسيون دو كونسوماتون سون لي سويفونت مونتري كو لا فونكسيون دو كونسوماسيون اغريجي دو سيكونومي اي سي دوني او ديبي دو لينونسي Donc, pour question achat, qui a un dire pour montrer. Maintenant, la consommation totale, il y a la consommation catégorie 1 et la consommation catégorie 2. Donc, la fonction de consommation, il y a. Mais que tu peux la formule, il y a la consommation catégorie 1. Il y a. C'est facile comme ça, tu mets y 1 et 40.
0.85 في كريك 1 زائد 40 زائد ديال الكونسوماسيون ديال الكاتيجوري 2 0.65 في كريك 2 زائد 60 دونك لا كونسوماسيون دونك 40 نزيدو مع 60 حيت عندنا كلشي زائد يعني 0.85 في كريك 1 زائد 0.65 في كريك 2 زائد 100 دونك عندنا ايغريك ا وايغريك 2 نعوضوهم داكشي اللي عطاونا ايغريك 1 كتساوي 3 على 4 ايغريك وايغريك 2 كتساوي 1 على 4 ايغريك كل وحده نعوضها بداكشي اللي عطاونا دونك لا كونسوماسيون هي 0.85 ايغريك 1 نعوضوها بداكشي اللي عطاونا هي 3 على 4 ايغريك هي زائد 0.65 ايغريك او نعوضوها هادشي اللي عطاونا 1 على 4 إكغيك فوا 1 على 4 إكغيك زائد 100 ونحسبو هادي نحسبوها نديرو حسبوها بآلة حاسبة 0.85 في 3 على 4 غتخرج لنا 0.6375 إكغيك حتى هادي نفس الشيء شتو 0.65 في 1 مقسوم على 4 غتخرج ليا 0.100 إكغيك زائد 100 دونك نعملو بإكريك نجمعو هادو يعني 0.6375 زائد 0.1625 عاملي إكريك زائد 100 إلا جمعنا هادو عطونا 0.8 هي 0.8 إكريك زائد 100 هاهي هاديك هي اللي عطاونا في الأول ديال لي نونسيل هاهي اللي عطاونا في الأول هنا مونطرينا عليها هذه الطريقة دونك جيسبيغ انكم استفدتم من هذه الكوريكسيون والى اللقاء السلام عليكم